اتذكر لما كنت بتداول فيها عندك من بنك القليل قلت ان في عوامل استبلوز ومن رحمة استبلوز وكذا، فهل عملت استبلوز ولا لحد الان جارية؟ شوف انا سؤالي لك، موجه، انا سؤالي لك لان شرحك للديريفيتيف ترى غلط، يعني فاذا لو كنت تلميذي تسقط الصف. لكن انا اقول لك انا ديريفيتيفز واوبشنز فهمي لهم سطحي جدا لان ما تعاملت معاهم، واول شيء سويناه اليوم وقف كل ما في اي ديريفيتيف ولا اي اوبشن. كم انحاء كافه العقود؟ بالـ100,000. واللي يذكر لي اسم ديريفيتيف ولا اوبشنز بنزعل عنه. شكرا شكرا. ها فالعملية بالتحقيق حبيبي. الوقت ما يسمح يا جماعة. لا خلاص بس كلمة أخيرة أبو عمر. بس الكلمة الأخيرة يعني الحقيقة جماعة مشكورين، بس بقول لكم شيء واحد أنا مستغرب. بس مرة هذه ما نقدر نسكتها. استفسار بس، حضرتك قلت وقفت كل عقود الدريفيتيفز والاوبشنز. نعم نعم. ها؟ خالص ولا إلى لفترة معينة؟ خالص. خالص. خالص نهائيا، اللي يبي دريفيتيف يروح يبى بنك ثاني. ما عندنا دريفيتيفز. لا خلاص يا جماعة خلاص. اسمعوا بس بقول لكم شيء. أنا بس بشكركم وبقول لكم شيء، أنا مستغرب، أنا حسبالي الكويت فيها 4 جرايد، إيش كثركم ما شاء الله؟ كم جريدة الحين عندكم؟ كم واحدة؟ 15.